إذن مشاهدينا الكرام، حول هذا الموضوع معي من العاصمة العراقية بغداد السيد طارق حرب الخبير القانوني. سيد طارق، مرحبا بك. بداية، هذا المشروع الذي قدمه المشروع العربي كمبادرة لتعويض ضحايا القوات الأمريكية ولتعويض من تضرروا من القوات الأمريكية منذ عام 2003 ولحد الآن، يعني هل ما الموقف القانوني تجاه هذا الموضوع؟ بسم الله الرحمن الرحيم، شكرا لك وشكرا لمشاهدي قناتكم الغراء. سيدي الكريم، المشروع جميل وجليل ونبيل في شكل العام، غير أن هذا المشروع يصطدم بأمور قانونية كثيرة. أول هذه القوانين أن القضاء الأمريكي نعم يعني يستنكف النظر في كل دعوى لمواطن عراقي تضرر من الاحتلال أو تضرر من القوات الأمريكية. لا، بل أن القضاء البريطاني جرى هذا المجرى عندما قرر في قرار عام قبل أشهر أن جميع الدعاوى المنظورة أمام المحاكم البريطانية التي مضى عليها 3 سنوات من العراقي لا يمكن قبولها، لأن القانون العراقي، قانون المدني العراقي، يقول أن مثل هذه القضايا تسقط بمرور زمن 3 سنوات. لكن العجيب أن في 2012 أن الحكومة العراقية هي تولت تعويض الجانب الأمريكي. يعني تم إصدار قانون من مجلس النواب في ذلك الوقت تضمن دفع أكثر من 500 مليون دولار مقابل إسقاط الدعاوى المقامة على الحكومة العراقية والتي كانت تتهدد أموال العراق في صندوق DFI. يعني المسألة جيدة جدا وجميلة وحقه، لا سيما وأن قانون تعويض الموجود لدينا النافذ حاليا اللي يلزم الحكومة بالتعويض يعني يعوض تفاليس كما يقال. صحيح أن العمليات العسكرية سواء صدرت من الأمريكان أو من الجيش العراقي أو أعمال إرهابية يتم تعويضها، لكن لما تأتي إلى التعويض تجد مبلغ بخس، مبلغ زهيد لا يقارن بالضرر الحاصل. يعني لا يمكن أن نوازي مثلا التعويض اللي يحصل عليه العراقي لو قبل القضاء الأمريكي دعوة عن التعويض المقرر موجب القانون. نعم، نظرت القضاء، نظرت المحاكم الأمريكية في بعض القضايا، لكن نظرت القضاء ليس على أساس تعويض العراقيين. يعني لما حكمت على جماعة بلاك ووتر 10 سنوات لم تحكمهم لأنهم أسالوا الدم العراقي، وإنما حكمت عليهم باعتبارهم خالفوا القانون الأمريكي الخاص بالاشتباك. طيب، وهذه الحالة انصرفت. طيب سيد طارق، يعني أشرت إلى أن الحكومة البريطانية أو القضاء البريطاني والقضاء الأمريكي قد رفض قضايا تقدم بها عراقيون أمام المحاكم البريطانية والأمريكية تجاوز عمر هذه القضايا 3 سنوات. طيب، ماذا عن قانون جاستا الذي أقره الكونغرس الأمريكي والذي مضى على هذه القضايا طبعا منذ 2001 وإلى الآن؟ جاستا يا سيدي الكريم يخالف أحكام القانون الدولي. سمي هذا القانون العدالة ضد الإرهاب. قانون أصدره الكونغرس الأمريكي على الرغم من استخدام الرئيس الأمريكي الفيتو، وهي أول مرة بالنسبة لأوباما اللي صار له 7 سنين بالحكم يرفض الكونغرس الأمريكي الفيتو الرئاسي. هذا القانون عدل أحكام القانون الدولي الخاصة بالحصانات. كما هو معلوم لحضرتك أن الدولة بحصانة، يعني لا يمكن أن تقيم ضد الدولة دعوة أمام المحاكم. يعني لا يمكن أن أقيم دعوة في المحاكم العراقية ضد مثل الحكومة السعودية أو ضد الحكومة الإيرانية أو ضد الحكومة الأمريكية أو ضد الحكومة البريطانية. القانون الأمريكي هذا عدل أحكام الحصانات وقال بإمكان المواطن الأمريكي المتضرر من الإرهاب وبإمكان ذويه في حالة وفاته الادعاء أمام القضاء الأمريكي والمطالبة بتعويض. القصد من ذلك كما هو معلوم لحضرتك أن العراق غير مشمول، كل الدول غير مشمولة. لماذا؟ لأن لا توجد استثمارات هنالك.
الاستثمارات الموجودة استثمارات سعودية، فالقانون جاء بالضد من أموال السعودية المستثمرة في المشاريع الأمريكية وفي البنوك الأمريكية، لأن يعني العراق ما عنده كل فلسطين. طيب سيد طارق الآن نحن اليوم أمام مبادرة للمشروع العربي للطلب من مجلس النواب العراقي لتشريع قانون مماثل أو مشابه لهذا القانون يسمح للمتضررين من ضحايا القوات الأمريكية، من ضحايا العراقيين الذين قتلتهم القوات الأمريكية أو الذين تضرروا من القوات الأمريكية أو من مواقف الحكومة الأمريكية سابقا أن يقيموا دعاوى ضدهم. برأيك هل بالإمكان أو هل بإمكان مجلس النواب العراقي أن يرفض مقترح هكذا قانون؟ هي فكرة جميلة، يعني فكرة بها شيء من العدالة والإنصاف، نعم، بها التماس للحق طالما أنه يتم التعويض على أساس الضرر. لكن يا سيدي الكريم، أعتقد أن تشكيلة مجلس البرلمان العراقي في هذه الحالة يمكن يقف أمام ضد هذا المشروع. وحتى لو فرضنا أن أصدرنا مثل هذا القانون وسمحنا للمحاكم العراقية بقبول طلبات التعويض من الجانب الأمريكي، أمريكا ما عندها فلوس عندنا، نعم، لا عدها بالاستثمارات ولا عدها بالبنوك، وبالتالي لن يكونوا ملزمين بتعويض العراقيين الذين رفعوا دعاوى أمام المحاكم العراقية. الأصل العدالة تقتضي التعويض، وهي مسألة معروفة، الضرر يزال ولا ضرر ولا ضرار، وهي مبدأ من مبادئ القانون الدولي، نعم، ليس من مبادئ القانون الداخلي أو دساتير الدول، وإنما مبدأ مقرر بموجب ميثاق الأمم المتحدة. لكن هنالك صعوبات في الترويج لمثل ذلك، وحتى لو فرضنا صدر القانون فإن القانون لا يمكن تطبيقه، لأن لا يمكن حجز أموال أمريكية عائد الحكومة الأمريكية في العراق، نعم، والسفارة كما هو معلوم لها حصانة معينة بموجب اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية. إذن السيد طارق حرب الخبير القانوني كنت معنا عبر الأقمار الصناعية من العاصمة العراقية بغداد، شكرا جزيلا لك.